وقت ما تنساش القضية أنا وخلاص لازم تحتقضي سو خلاص كلش لو دوموندي ديرها حالة اسمع ما فهمت أنا نقي نغسل الماء ندير كلش ونزيد نقضي أنت واش ديري؟ ندير؟ واش راكي ديري؟ نقول لك واش دير؟ أنا يا شبح المنظر يا أخي أختك تضيع إيه؟ طيح يمشي هكذا الديناصور هذا فقط لو كان يحفزني كملني يبقاو فيك غير سوف انا انتي وحدني خايفة يري بالريستو ولك حاجة وتغلط طيح بريكة برك نروح لحكي ما راح نقتلو بالضرب جستو ما راح شوف لدي مونديالو شو حاب ولازم انا اللي راح راح اسمع وش نقول لك فنك مرحبا بك خويا العزيز قلنا بروح واش راك حاب تاكل حنا قلنا لو كان نقدمو لك اون سالاد يعني الله يبارك باش تاكل ايكيليبري جيب لي كاع واش كاين وكثر لي الفرماج حاب تاكل جيز ايكيليبري عطيني 2 مينوت وانا جاي بلات لسانك نقول لك حتى الكريولي جا هذاك لو كان زدت مع زوج دقائق ياكلني ما فهمتش واش راح يفريها معاه ما يفريها غير المونضاغ هاكي سيدي له من هو قال لي هي عمر لي فرماج بابا عطيني مغرفة ديري له بيدك هذا ديري له بيدك واش مغرفة هذا خويا هاي ليك بصحتك قلت لك عطيني كاع واش كاين وكثر لي فرماج سمحت لي الديناصور يحبو المنظر شنو قلت لك الله يبارك عندك انت طريب وفر ما يكون غير خطرك واش كاين طلع بيتك عطيني الدم معايا قلت لك ليا واش بيه يا وقولي له بيرجع اعادة المحاولة بعد حين ولا سيد نقول لك حاجة شغل هذاك تاع نوكيا سنايك كلا كلش تبعيني دوكي مراك هذا حيخميني يا والله حكي كل لك ليه والله ما نزيدو له بس ما دحية كلنا بس مش هنزيدو انا يا خطوطة جوية منظور تقدم لك الوجبة الموالية تفضل نذكروك إذا ما شبعتش حنا رانا لهيك وكذلك إذا حب نزيدو لك شوية خبز تلقانا من هناك وخرج نجدة منا ياك برد ماكاش تسع لا يا خويا كلي انا ديسالو خلاص